هل الجدة تكشف وجهها عند زوج بنت بنتها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بأس بذلك. الحمد لله. الجدة سواء من قبل الأب أو من قبل الأم تكشف وجهها عند زوج حفيدتها، طيب. لأنها أم زوجه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات، لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأمهات نسائكم، وهذا يشمل الأم المباشرة ويشمل الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، سواء كانت قريبة أو بعيدة، يعني قريبة من السائلة أو كانت جدة عالية مرتفعة، لا كله سواء، لأنها يصدق عليها أنها أم. نعم.